عارفه. لا 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 لا، توقعات خبراء الارصاد ما زالت تؤكد انه في استمرار في انخفاض درجات الحراره. انا ما بحبش البرد يا جماعه، انا ما بحبش البرد، انا بحب مصر عشان فيها دفى، علشان هي الدفى. لكن هنعمل ايه؟ البرد موجود، بناء عليه قلق الامهات، عيا الاطفال، الكحه، الرشح، الحساسيه لسه للاسف موجودين في معظم البيوت. في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن انواع الحساسيه عند الاطفال، من حساسيه صدر وانف وجلديه، وكملنا قلنا لا احنا عندنا حاجات ما قلناهاش، فقلنا للدكتور اذا سمحت ترجع تاني. الاستاذ الدكتور ناجي الحسيني مشرفني، استاذ طب الاطفال وحديثي الولاده، زي ما وعدناكم وعدناكم اهو. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شرفني يعني. انا فرحت جدا بالحلقه اللي فاتت، وتعلمت ثلاث حاجات هي للاطفال بس تنفع ليا يعني، وتنفع لكل الناس. ثلاثه اللي هي يعني ملخص الحلقه اللي فاتت، انه ناخد بالنا لما نغسل الحاجات نغسلها على حراره عاليه، خصوصا الملايات واكياس المخدات، ونكوي علشان حشره الفراش. نعم، ودي ما كنتش اعرف اعملها، بقيت اعملها. واثنين، نفض السجاجيد والحاجات اللي بنعملها دي ما تبقاش والعيال موجوده. والثالثه الحاجات الصيفيه. السؤال الجديد اللي ما عرفناش نكمله، اولا ليه الأطفال الصغيرين في الشتاء، في موسم الشتاء، يتعرضوا للحساسية؟ تمام، هو بداية طبعا بنشكركم على الدعوة الثانية، وبعدين نكمل بقى الحلقة الأولى. بيتعرضوا على طول الأطفال في الشتاء بالذات، لأن في عوامل مساعدة على إظهار الحساسية. نمرة واحد، الطفل لما بيكون عنده الاستعداد للحساسية أو متشخص بحساسية لازم نبعد عن العوامل المساعده، احنا قلنا جزء منها صحيح. اللي احنا اللي فاتوا. الاجزاء الثانيه بقى هي العوامل البيئيه، انفايرومنتال. العوامل البيئيه دي فيها اسباب كثيره، اسباب فيروسيه مثلا، يعني لو عنده انفلونزا، عنده نزله برد، عنده تغيرات في درجه الحراره من دفى لبرد شديد، ده الهواء ده وهو داخل تيارات الهواء دي بتؤدي الى اختلال الميديم او الوسط اللي فيه الجهاز التنفسي. يعني العضلات بتاعه الجهاز التنفسي ممكن تنقبض، وبالتالي يدخل في ازمه حساسيه. يبقى التغيرات المفاجئه في درجه الحراره، حتى في الصيف يقعد في تكييف عالي جدا وبعدين ينزل في درجه حراره عاليه في الشارع ويرجع تاني يدخل العربيه في التكييف، ده ممكن يعرضه لازمه. طب انا كأم اعرف ازاي انه دي مجرد حساسيه او دي نزله برد؟ انا بتكلم لو هو متشخص انه عنده حساسيه ونتجنب ده. نعم. لكن لو لسه ما نعرفش انه عنده حساسيه وحصل كده، اول مره لو جاله برد وبعد كده بدا صدره يزيق ويتعب ويجيله صعوبه في التنفس، احنا بنقول ان قد تكون التهاب فيروسي، قد تكون التهاب فيروسي يؤدي ايضا الى انقباض في الشعيبات ويروحوا ما يجولوش تاني. أيوة. لكن تكرار حدوثه أكتر من مرة، فده من هنا العامل ده مهم، زائد عوامل أخرى بنسأل الأم عليها. طب هو لما تكررت عليه مع كل نزلة برد بيجيله انقباض في الشعيبات وصدره بيتعب، هل بقى نبدأ نسأل الأم أنت عندك حساسية؟ الأب عنده حساسية؟ له أخ عنده حساسية؟ التاريخ المرضي للعائلة عنده حساسية؟ لأن لك أن تتخيلي حضرتك أنه لو واحد من الآباء عنده حساسية، نسبة ان الطفل منهم على الاقل من 20 لـ30% يحصل له. طب لو الاب برضه زيها، طب لو الاثنين اب تو فوق 60 أو 70% هيطلع طفل عنده حساسية. ثم بتقل بقى النسبة مع بعد درجة القرابة بقى، العمة او الخالة او الحاجات دي بتقل النسبة لكن موجودة. وبالتالي احنا بنقول نخلي بالنا عشان نشخصه، يبقى ادي تكرار انه يدخل في ازمات اكتر من مرة بنفس المرض اللي هو نزلة برد، بالإضافة لوجود تاريخ مرضي للعائلة موجود، بالإضافة للأعراض اللي بنحطها بقى بالنسبة اللي هو تشخيص الطبيب. أحط السماعة مثلا وأبدأ أشوف، ألاقي صدره بيصفر أو بيزيق، لينا علامات معينة طبعاً. نقدر نجمع دول مع بعض ونقول إن الطفل ده عنده حساسية. طب زيادة الكحة يعني إيه الترابط بين لما ينام البيبي بيزيد؟ تمام، هو الحقيقة ده سؤال مهم، انت حضرتك بقى بقيتي خبره في الطب دلوقتي. اكتر حاجه انه ان ممكن الحساسيه لوحدها تيجي من غير ما يكون عنده التهاب في انفه
او نزله برد او انفلونزا، الحاجات دي تزيدها. صحيح. لكن لوحدها مش كافيه، هو ممكن يجي لك عنده كحه دراي جافه، كحه جافه، وممكن اكتر بالليل وهو نايم يصحى ويبقى عايز يقعد بطريقه معينه عشان نفسه يستريح، او لما يصحى مبكرا من النوم. ايوه. واحنا عندنا تصنيف الحساسيه بقى لما بنشخصها، يبقى ليها بنقول مايلد ومودريت وسيفير، يعني بسيطه ومتوسطه وشديده وحاده. وحتى البسيطه بنقول عليها يا بسيطه وتروح وما تجيش، يا اما بسيطه ومستمره، يا متوسطه وشديده ومستمره. وكل واحده من دول لما بنديها سكور او نديها نمره، بنقول ان مثلا لو جات له مرتين في الاسبوع نقول عليها انها من النوع الخفيف بالليل مثلا، لو جات بالليل وبالنهار نقول عليها من النوع المتوسط، لو جات لكن اكتر من كده نبدا نقول سيفير. وكل طبعاً. خطوه من دول لما نيجي نتكلم على العلاج زي السلم بنقول ستيب وايز، الخطوه الاولى لو بسيطه بندي علاج قد كده، اكتر بندي علاج سيفير يعني مش بس كلمه حاده، يعني دي معناها مزمنه. الحاده هو الحساسيه كمرض في حد ذاته. كمرض في حد ذاته بيقعد لفتره طويله، موجود لفتره طويله. طب الخشفره اللي بتبقى يعني مع الكحه بيبقى في خشفره في الانف كده، ده طبيعي يعني، صوت ده يعني معناها ايه بقى؟ ده حاجه اسوشيتد او بنسميها كومر بيت، يعني لو عنده حساسيه في انفه ممكن مناخيره تحصل كده، لو عنده التهاب في مناخيره ممكن يحصل كده، لو عنده التهاب في جيوبه الانفيه ممكن يحصل كده. لو عنده اللوز بتاعته كبار ومتضخمين بيعملوا له زي شخير. صحيح. وده برضو من العوامل المهمة في غلق نسبة الأكسجين في الهواء اللي داخل الجهاز التنفسي. لطيف. طب في الحالة دي يعني المفضل للأمهات خصوصا حديثي الولادة ينيموا البيبي ازاي؟ حديث الولادة ديفايد أو بعيد عن مرض حساسية الصدر، لأن دول يقعدوا 6 أشهر تقريبا عندهم وقاية، يعني أتليست إن إحنا فوق 6 شهور لما نبدأ نقول الطفل ده ممكن يبقى عنده حساسية أو لا. دي نقطة. حديث الولادة طبعا موضوع النوم عشان ما نخرجش من بره الحلقة، لكن احنا كنا بننيمهم كنا بنقول ممنوع النوم على البطن على اساس انه ما يخنقش نفسه. ممنوع النوم على البطن طبعا، بنقول حتى لو هو ممغوص يعني. حتى لو ممغوص الا اذا كانت حاجة من الاثنين، الام صاحية وبالتالي هي قد عينها عليه، او حطها على رجليها عينها عليه. ليه؟ لان في حاجة يعني متلازمة اسمها السادن انفنت ديث سندروم، الموت المفاجئ للطفل، انه بيخنق نفسه وهو نايم، فدي بتزيد مع النوم على البطن، فبننيمه يا اما على ظهره يا اما على جنب من الجنبين. فدي بس معلومه سريعه احنا خرجنا بيها عن موضوع الحلقه. اذا اهم حاجه انه ننيمه مش على بطنه، ممكن على جنب من الجنبين او على ظهره، او على ظهره اكتر حاجه. نرجع تاني نرجع للموضوع الخاص بتاع الحساسيه. الدكاتره اللي بيعالجوا بالبخار رايك، وهل ده مستحسن وهل ده فيه له اي جوانب؟ طيب. احنا قلنا تصنيف درجات الحساسية، سواء كانت مستمرة عن طريق أنها تبقى بسيطة أو مستمرة أنها متوسطة أو شديدة. نعم. كل خطوة من دول زي السلم. الخطوة الأولى إذا ما نفعش تحولت لخطوة تانية أو أشد، ندي العلاج الأشد أكتر، ندي العلاج الأكتر. طيب من فوق لو بدأ يستريح ينزل للدرجة اللي أقل منها، بدأ يستريح ينزل لأقل منها، استريح خالص ندي العلاج وقائي بنسميه لونج تيرم اللي هو على المدى البعيد إن شاء الله ياخده سنة أو سنتين. الله عليك يا دكتور. مفيش مشكلة. حلو قوي. طيب إيه هو اللي بنديه؟ عشان أنا دي رسالة في غاية الأهمية لكل الأمهات. اتفضل. بره لما يعني بنقول سبقونا في التوعية، هو إنه العلاج الفعال، العلاج الفعال الذي عندنا نوعين من العلاج، نوع اسمه ريليفرز اللي هو يشيل الاعراض، ونوع اسمه كنترولرز يتحكم في المرض. حلو. يبقى انا لما الطفل يجي لي في حاله ازمه شديده او صدره مصفر مش قادر ياخد نفسه، عنده نسبه الاكسجين قليله، هيحصل له مضاعفات، يبدا مدروخ لان ثاني اكسيد الكربون عالي، ففي مشاكل كيميائيه بتحصل. عشان الغي ده كله لازم اديله الريليفرز، الحاجة اللي تشيل الأعراض دي. حلو. الريليفرز دي ليها أنواع، يا إما أنواع عن طريق الفم يا إما عن طريق الاستنشاق، هو الأساسي، هو ده الأساسي اللي محدش يخاف منه أبدا، الاستنشاق. ده إحنا في بيبيهات في الحضانات بنديهم جهاز لما صدرهم بيقفل، بس بأسباب أخرى يعني. فإحنا بنقول العلاج بالاستنشاق لأنه الفرق بينه وبين العلاج بالفم، أيوه، وإحنا الصورة اللي موجودة عندنا دي ده نوع من
الماسك اللي موجود لطفل زي ده. في لو طفل اصغر شويه ما يقدرش نحط له هذا الماسك، في اللي انا جايبه اللي هو عن طريق زي كده مثلا، في طفل اصغر ممكن احطه له عن طريق سبيسر، يعني زي غرفه كده بتتحط على الوش واحط له البخاخه من الناحيه الثانيه واضغط عليها تطلع في الميديا دي وهو يستنشق، هو بيلعب وكل حاجه مفيش اي مشكله. حلو قوي. فالحقيقه الريليفرز دي او مزيلات الاعراض دي الخطوه الاولى في ان الطفل يستريح الاول لازم، ودي عن طريق الاستنشاق، يا اما بخاخات يا اما جهاز النيبيولايزر هو جهاز الاستنشاق. وعلى فكره الماده اللي في البخاخات اللي هي الريليفرز هي نفس الماده العلميه اللي بنحطها سلبيتون اللي بنحطها في جهاز الاستنشاق. واحنا بنقول هاتوا الاجهزه عشان تحطوها في البيت عشان ما تنزلش الام في الشتاء تروح الطوارئ في مستشفى علشان الساعه 3 الصبح وهي تقدر تدي له جلسه من جلسات الجهاز يخف لغايه الصبح لما الدكتور يشوفه. يبقى الريليفرز ضيعنا الاعراض، الطفل استريح، نفسه احسن، مزاجه بقى احسن، يقدر ينام مستريح، يبقى دول الريليفرز. في كل خطوات الحساسيه الريليفرز دي موجوده ان لازم اريحه. طيب لو الامور اشد من الريليفرز دي ومش قادره بضيف عليها بعض الادويه او الاستنشاق من مشتقات الكورتيزون. اللي الناس بتسمع كلمه كورتيزون يجي لها بتتخض، مع ان ربنا سبحانه وتعالى خالق جوانا في جسمنا في كورتيزون. لو هو في ضرر يعني سبحان الله ربنا كانش يديهولنا. ده احنا يعني في بيتولد اطفال ناقصين من الغده الكظريه من الكورتيزون، بنديهم كورتيزون احلال من بره علشان نعوض النقص اللي عندهم. صحيح صحيح. فاذا ده اسمه ذا ماجيك دراج او الدواء الساحر. طالما بنديه في مكانه وبالجرعه المطلوبه والزمن المطلوب والمده المطلوبه. ما يخوفش مطلقا. ما يعملش رعب. زائد ان احنا بنديه دلوقتي كله عن طريق الايه؟ البخاخات والاستنشاق. فالنهارده دي بنسميها تو ذا تارجت، انه انا لما بديله البخه بتدخل في الجهاز التنفسي على الشعيبات مباشره. بس انت قلت حاجه سبقت كده بالكلام الجميل يا دكتور ناجي لما قلت لو والدته عندها، لو والده يعني العامل الوراثي الحاله دي بقى يتعالج ازاي اذا واخد من هنا ومن هنا؟ ما هو في كل الاحوال هو نفس العلاج زي لو ام واحده او اب واحد او ما فيش خالص ولكن عنده، او ما فيش حتى عامل وراثي لكن هو عنده الاستعداد عنده. فالعلاج واحد. فالميزه في هذا الكورتيزون هو الكنترول، بيتحكم في المرض، يمنع حدوث اولا لان الميكانيزم او ميكانيكيه شغل الكورتيزون انه بيجي على العضلات بتاعه الجهاز التنفسي ويمنع الى حد كبير خروج المواد الكيماويه القابضه ايوه للشعيبات. فلما ادي لي فتره طويله تبدا العضلات دي تستريح، فالطفل يستريح فيكبر، النمو احسن طبعا، مزاجه احسن طبعاً. الاب والام حالتهم احسن، يروح المدرسه ما يغيبش، يركز في شوفي الى اي مدى ممكن لو ما تعالجش صح يحصل ايه. الحقيقه اشكرك جدا انا وكل الامهات اللي كانوا بيسمعوني النهارده، استاذ ناجي الحسيني استاذ طب الاطفال وحديثي الولاده، نورتني. شكرا جزيلا. واكتمل الحديث عن الحساسيه، ولكن لسه انا عايزاك في حساسيه الجلد. قوي قوي ان شاء الله. بشكرك دكتور ناجي، وارجو ان الرساله تكون وصلت للأم. ما يخافوش. لا ما يخافوش مطلقا ان شاء الله. شكرا دكتور ناجي. نطلع تقرير ومثل ورد.